الماتش كان اكثر من رائع، اللعبة ديالنا لعبوا مزيان، سيرتو الرحيمي فاش دخل الرحيمي راه لعب مزيان، ولكن الحظ ما حلفناش، غير مساله حظ وصافي، ما راه لعبوا مزيان صراحه، وحتى الجزائريين راه لعبوا ولكن الحظ. ايوا اش غنديروا مع النظر، تبارك الله عليه، حنايا راه شرفنا اللعب ديال اللعابه كاملين صراحه، والحمد لله ماشي مشكل، روح رياضيه. ايوا كنتمنى لهم التاهل ان شاء الله النهائي، وراح خوا ماشي مشكل. الماتش واعر، كانت مقابله رائعه صراحه، ولعبوا بواحد الروح، واحد زعما كنت متوقعه، ولكن ما جابش الله. ماشي مشكل، وكنتمنوا الجزائر حتى هي تربح، حيت حنايا بحال وصافي. واش غنقولوا ليه؟ غنقولوا ليه مره اخرى ان شاء الله. ما نهبطوش زعما من القيمه ديال الواحد، وهذا نشجعوهم، حيت بخصوص هو لاعب في الحسنيه وولد اكادير، يعني حتى حنا خصنا نشجعو ونقولوا ليه كوراج مره اخرى ان شاء الله. صراحه كان الماتش واعر، والمنتخب دار مقابله شيقه، ولكن ما عندنا ما نديرو، ما ساعدناش الحظ، وحنا مع الجزائر خوا ونموتوا عليهم. الصراحه ليكيب كانوا اون فورم، الدراري كانوا لعابه اون فورم، منهم كريم البركاوي عزيز عندي واخا دخلوا روتار. ايوا كنتمنوا ان شاء الله من هنا لقدام تكون عندنا شي ايكيب واعره. هو الصراحه هو اللي كنت كتسني يسجل، ولكن ملي دخل راه شفتي وقع واحد الشونجمون وتبدل الماتش، باش تعرف باللي البركاوي تبارك الله راه كاين عنده واحد اللمسه ديالو تبارك الله معتبره. هادشي اللي كاين اخويا، ونتمنوا ان شاء الله الفريق الجزائري حد سعيد، وخا وراهم عزيز عندنا. الصراحه لعبوا مزيان، واخا الجزائر تا هما كيلعبوا مزيان، ولكن المغاربه تقاتلوا. ايوا داكشي كيبقى ديال الله، حنا جينا نشجعوهم وكنبقاو مغاربه، يوقع اللي يوقع كنبقاو مغاربه، وتا البيبي جات تا هي كتشجع. جينا من تشيرة، كنا معولين نتربح ان شاء الله، ولكن قدر الله ما عندنا ما نديرو. كنتمنى ليه الخير، وان شاء الله غادي نشجعوه في الماتش الاخر، غادي نشجعوه، حيت حنا راه كما كنقولوا خاوه ما يبغيوناش، حنا كنبغيوهم عادي. المقابله كانت في المستوى، ماتش كان واعر بزاف، فرجه كانت ممتعه الصراحه، مع اننا خسرنا، ولكن المهم هي الفرجه. البركاوي ما حالفوش الحظ في ضربات الجزاء، ولكن ماشي مشكل، ماركينا كفره الاولى، ماتش داز زوين، المهم بصح الجزائر خاوه نقول ليه حظ موفق للمره القادمه ان شاء الله، ومسيره موفقه. المهم كان الماتش زوين، فهمتي زعما تفرج فيه دغيا، زعما فهمتي كان ممتع. كانت واحد الوقيته افونسيه المغرب، شويه افونسات الجزائر، ولكن في الاخر اش دير ضربات البركاوي، اش نقول ليه، ما عليكش، المهم درتي اللي عليك، فهمتي، وهادو كيبقاو ضربات حظ، ما عندك ما دير، فهمتي يعني. المهم بصح سميتو انت راه حنا خاوه فهمتي يعني، بحال الجزائر، بحال ربحات المغرب، واه اش دير، راه المغاربه طلعوها شويه فهمتي، ولكن هانيه انت راه كل واحد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.